السلام عليكم، صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم عليه. متجر الفيصل للاتصالات وعروض جدا 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 قوية، مدتها كم؟ 5 أيام أو حتى نفاذ الكمية، الكل يقدر يستفيد من العروض. شحن توصيل لجميع مناطق المملكة. أيضا العروض متوفرة في الفرع وفي المتجر الإلكتروني، في فرعهم الموجود في حي إشبيلية على طريق الإمام عبد الله بن سعود بن عبد العزيز. ما عرفت الموقع وش تسوي؟ تكتب الفيصل للاتصالات بيوصلك هنا مباشرة، أو ترفع الشاشة العروض والأسعار والأصناف في السنابات القادمة. فيصل، قدامنا مجموعة عروض مدتها كم؟ هذه طال عمرك مدتها 5 أيام أو نفاذ الكمية في الفرع وفي المتجر طبعا، في جزء منها من الفرع في جزء منها في المعرض، يعني بإذن الله أن الكل يقدر يستفيد اليوم، بس 5 أيام أو نفاذ الكميات. أول شيء فيصل، طيب هذه أول شيء طال عمرك خاتم التسبيح، هذا سعره طال عمرك قبل يبيعونه 25-30 ريال، الحين تقدر تسبح طال عمرك بيدك نفس ما انت شايف. قبل مثل ما قلت لك 25، الان بريال و99 هلا وضمن سنتين في الفرع وفي المتجر موجود ان شاء الله. يا سلام. هل ستاند يا فيصل للجوال اللي يكون على المكتب؟ هذا الستاند مكتبي طال عمرك، تقدر تشيل عليه جهاز ايباد اكبر اصغر، يشيل اكثر مما تتصور. هذا في المكتب جميل، قبل يبيعه طال عمرك وتقدر تتحكم بالشكل اللي انت تحتاجه. ترفع لي بس اشوف يعني عده درجات. يا سلام. بالطريقه هذه، هذا كان ينباع قبل 65-75، الان انا اقول لك طال عمرك تعال ب 3 ريال و99 هلله. يا جماعه 3 ريال و99 هلله في الفرع وفي المتجر، يعني الكل يقدر يستفيد 5 ايام او نفاذ. عندنا هنا، طيب هذا مغناطيس طال عمرك في السياره، في بعض السيارات ما لها مكان تعلق فيها، تحطها بشفرات المكيف تمسك لك بالطريقه هذه او باي شفرات ثانيه سواء في البيت عندك او في الاخره، تقدر تمسك الجهاز بالطريقه هذه يمسك فيها بالمغناطيس اوتوماتيك. هذا كان طال عمرك والكل يعرفه ب 40-50 ريال، انا اقول لك تعال خذها الان ب 3 ريال و99 هلله. ايضا 3 ريال و99 3 ريال و99 هلله في الفرع وفي المتجر، الكل يقدر يستفيد. ونبغى عرض على الكفرات، على الخشب. هالكفرات الجميله نبغى سعر عليها قوي جدا يا فيصل. طيب هذه كفرات اللي هي شبيهات قوي مسكه فيها، هذا شفاف، هذا ملون، وهذا 3 في 1، حامي كاميرا وستاند ومغناطيس. قبل كنا نبيعها ب 35-40-50. تفتح لي بس الان كنت تتخيل طال عمرك، الان انا اقول لك قبل كم؟ 60-70 ريال. بسم الله بسم الله بسم الله. 60-70 انا اقول لك الان تعال خذها ب 3 ريال و99 هلله، حتى من قوه السعر طاح الكفر. يا سلام. 3 ريال و99 هلله فقط. وش اللي في يدك؟ طيب هذا الكشاف طال عمرك 3 في 1، اول شيء مغناطيس تلزق في اي مكان، ثاني شيء ميداليه، ثالث شيء شو القوه. هذا طال عمرك يعطيك 3 انواع، هذه 1-2-3. قبل كنا نبيعها طال عمرك هو ينباع في السوق ب 40-30 ريال، ولو دخلت امازون حتلاقيه ب 15-20، انا اقول لك 7 ريال و99 هلله. 7 ريال و99 من امازون حتى. يا سلام عليك. في المتجر وفي الفرع موجود ان شاء الله، كل يقدر يستفيد 7 ريال و99 هلله. ايش عندنا هنا؟ طيب عندك هذا الكيابل من شركه بلك، في ايفون، في تايب سي، في مايكرو يو اس بي طبعا، متر 20 كوك تشارج، هذه يبيعونها ب 30-40، وشركه بلك معروفه ما فيها 1-2. خذ اللي تبيه، ضمانها سنتين ضد القطع بعد ب 9 ريال، الله يحييكم، في المعرض وفي المتجر. 9 ريال؟ نعم بالضبط، في المعرض وفي المتجر. عندك هذا طال عمرك الشاحن يو اس بي وبي دي، هذا من شركه بروميت الامريكيه، بدل ما تشتري شاحن للاجهزه الحديثه الان البي دي اللي يعطيك 17 واط تاخذه ب 80-90-100 ريال، تعال خذ هذا ب 19 ريال فقط. 19 موجود في المتجر اهم شيء؟ كله موجود، وفوق هذا ضمان سنتين وترى اصلي. يا سلام. اللي بعده، هذا طال عمرك الكيبل اللي هو البي دي، بدل ما تاخذه برضه ب 59 الى 90. البي دي مطلوب كثير جدا اكيد الان، خاصيه الشاحن السريع هي البي دي، فانا احط لك على الشيء اللي انت تحتاجه، وبرضه احط لك منتج اصلي، هذا بروميت طال عمرك 20 واط يدعم الى 20 واط، سعره مثل ما قلت لك 80 ريال الان 19 ريال برضه. 19 بعد بالضبط. يا سلام عليك. عندك طال عمرك راس السياره هذا طبعا كله البي دي، انا مركز على البي دي لانه شاحن سريع جدا جدا، 50 دقيقه وجوالك فل، هذا ينباع الى 70-80 ريال، الحين انا اقول لك برضه ب 19 ريال يا جماعه على 19. باقي عندك. طيب. هذا الشاحن تايب سي، تايب سي يدعم الى 60 واط، يعني لو عندك اجهزه كبيره او ايباد او اي شيء عندك تصدمني وتقول 19. 19 ريال. يا سلام. اهم شيء في المتجر السبوره الذكيه فيصل، عندك السبوره هذه طال عمرك موجود معها القلم الذكي وتحميك طال عمرك من او شيء تكتب زين بتعلم ابنك الى اخره، هدايا واخره موجوده، هذه تنباع طال عمرك برا ب 39-49، انا اقول لك بسعر التكلفه واقل 9 ريال فقط، هذا الزين كله بتسعر. موجود في المتجر ايضا وفي المعرض كله موجود الثنتين. هل مقات يا فيصل؟ طيب عندك هذا المقطع طال عمرك 480 ملي، في شخال موجود، قهوه وشاي، ورمضان مقبل علينا شر الخير ان شاء الله، عندك عصير، عندك يحفظ لك البروده او الحراره الى 8-6 ساعات. ما هو بلون واحد، الالوان مختاره بالضبط. وعندك برضو هذا الخلاط طال عمرك الجميل،
اخذت شويه شيء برا بحيث انك لو بتخلط شيء بتحطه برضه في المق معك. هذه طال عمرك ب 19 ريال اي واحد تختار 19 ريال خلاط متنقل ب 19 ريال او المق ب 19 ريال طبعا كله بسعر التكلفه. انا ممتاز بقى. الاسعار هذه مدتها 5 ايام في نعم. محل الفيصل اتصالات متجر الفيصل اتصالات وفي وفي المتجر الالكتروني ايضا عندنا هنا. طيب عندك سلك عندك سلك الاي او اكس للايفون من 7 وفوق هذا مسجل او عندك بلاي ستيشن تبي تشغله الى اخره. وعندك هذه الساعه المنبه بتقوم ان شاء الله بتحتاجها في رمضان اكيد. هي تنباع ب 30 40 ريال الى 50 انا اقول لك تعال خذ الواحد منها ب 9 ريال 9 ريال يا سلام في المتجر وفي الفرع. دوره عليها سحب كبير جدا ما هو بلون واحد ولا لونين عده الوان وبهالشكل الجميل. فيصل عطنا السعر القوي وعطني تفاصيل عنها. هذه الاباجوره طال عمرك تشتغل باللمس طبعا شاحنها تايب سي تقدر تشحنها باي شاحن موجود عندك. قبل كانت تنباع طال عمرك ب 80 الى 100 ريال وبتلقاها في المواقع وانا اتاكد من كلامي 120 130 انا اقول لك تعال ب 19 ريال تراني حارق سعرها والكميه مفتوحه. كميه مفتوحه جداً. 19 ريال الله يحييكم. ايضا في المتجر الالكتروني موجوده وفي المعرض برضه موجوده. شوف الالوان الجميله والشحن لجميع مناطق المملكه ممتاز على الطاولات على الزوايا ممتاز جدا 19 ريال. طيب عندك الماكينتين هذه اعلاناتها جدا قويه. اول شيء الميزه فيها ما تجرح ابدا يعني جدا كبار السن طال عمرك عندك حساسيه للجسم كل التنتين نفس الاداء. نبي نثبت لك انها ما قاعد تجرح. هذه بلونه شوف وهذه كذلك طبعا اعلاناتها ب 260 350 انا اقول لك تعال خذها الان وضد المويه على فكره وضمان سنتين محل ب 79 ريال الله يحييك. في المتجر في الفرع تقدر تركب اكثر من راس يا سلام مع كامل مرفقاتها في هالبوكس معي فيصل. طبعا هذه السماعه البلاي ستيشن فيها الميزه اللي فيها المايك وتقدر تقفل المايك كامل وتسكره طبعا جدا مريحه وضمان سنتين. هذه تنباع باقل شيء اقل شيء 70 ريال 60 ريال انا اقول لك تعال خذها ب 19 ريال يا جماعه شغالين على 19 ريال اليوم ترى قاعد اسوي تصفيه الحق الله يحييكم جميعا. في المتجر ايضا في المحل حياكم الله 19 ريال 5 ايام او نفاذ الكميات. هالمباخر يا فيصل اعطني تفاصيل. طبعا هذه المبخره طال عمرك حديثه جدا وتوها واصله طبعا زي ما انت شايف شقوت التبخير فيها فكها بالطريقه هذه تقدر تحط البخور هنا. هذه واحد الثانيه طويل العمر نفس المشكله او نفس الخاصيه بتقدر الشعر. تضيف اي تقدر تضيف للشعر زي المشط تقدر تضيف هذه اثنين في واحد. شفت بخيرها طبعا جدا اصليه وقويه ضمان سنتين. قبل كنا نبيعها 199 149 الحين اقول لك تعال خذها ب 49 وضمان سنتين 49 لاي نوع منها 49 ريال موجوده في المعرض وفي المتجر الالكتروني وشحن لجميع مناطق المملكه 5 ايام او نفاذ الكميات. هالمباخر يا فيصل اعطني تفاصيل. طبعا هذه المبخره طال عمرك حديثه جدا وتوها واصله طبعا زي ما انت شايف شقوت التبخير فيها فكها بالطريقه هذه تقدر تحط البخور هنا. هذه واحد الثانيه طويل العمر نفس المشكله او نفس الخاصيه بتقدر تضيف تقدر تضيف للشعر زي المشط تقدر تضيف هذه اثنين في واحد. شفت بخيرها طبعا جدا اصليه وقويه ضمان سنتين. قبل كنا نبيعها 199 149 الحين اقول لك تعال خذها ب 49 وضمان سنتين 49 لاي نوع منها 49 ريال موجوده في المعرض وفي المتجر الالكتروني وشحن لجميع مناطق المملكه 5 ايام او نفاذ الكميات. الساعه البيض كيف يصل اعطني تفاصيل. طبعا هذه ساعه الالترا الذكيه شوف ما شاء الله نفس درجة الألوان الوضوح الحركة بالضبط نفسها. فيها مكالمات أقدر أشبكها واتصل على اللي أبي من الجوال نفسه. فيها الردع خاصية والمكالمات. طبعا الساعة الترا من أقوى الساعات اللي موجودة في السوق و49 حجمها تقدر تغير سيرها بأي سير أنت تبغاه 49 مقاسه. طبعا وعندك الساعة هذه اللي شبيه الإصدار الثامن نفس الخواص وفيها خاصية الرد والإشعارات وكل شيء بس تختلف في الشكل هذه عن هذه. طبعا هذه يجي معها سيرين وحماية طبعا من اقوى واجود الساعات اللي موجوده في السوق وراهن عليها وضمان سنتين. هذه قبل 300 هي وهذه الحين اقول لك يا هذه ب 99 او هذه ب 99 الله يحييك. ايش قاعد تسوي فيصل؟ طبعا هذا الجيم بوي طال عمرك في يمكن 800 الى 600 لعبه بالطريقه هذه فيها اكثر مثل ما قلت لك. قبل ينباع ب 60 70 ريال انا اقول لك الان تعال خذها ب 25 ريال وفيها ضمان سنتين المحل والمعرض الله يحييك. 25 ريال في المتجر وفي الفرع الله يحييكم. هالسماعه يا فيصل طبعا عندك السماعه هذه الذكيه بلوتوث وتقدر تخليها سلك عن طريق الاي ووكس تركبها بالطريقه هذه تعطيك الى 3 الى 4 ساعات. طبعا قبل كنا نبيعها ب 150 الان انا اقول لك ب 49 ريال يا جماعه 49 وضمان سنتين يا سلام عليك. طبعا عندك هذا الكشاف طال عمرك 9000 شمعه بي 50 معروف تقدر تتحكم فيه ويصل الى ربع كيلو امتداده. قبل كنا نبيعه ب 69 79 ويمشي سعره الاصلي 100 وشوي الان انا اقول لك تعال تصفيه 39 ريال 39 شطوط يا سلام رقم قوي جدا في المتجر الله يحييك الله يعافيك في المتجر الفرط موجود بالضبط.
طب عندك هذه التحويله من شركه نيكسون، طبعا انا استخدمها. الميزه الافضل اللي فيها التايمر، انت عندك بدل ما تخلي جوالك يشحن طول اليوم، اي سيات تضرب تنفجر تسبب لك اي مشكله، تقدر تحط الوقت اللي تبي في يو اس بي 3، وعندك سريع برضو، وبنفس الوقت فيها حساس لو جاها جهد عالي تفصل اوتوماتيك. كم طول السلك؟ 5 متر، يعطيك احتياجك وزياده. وقبل كل شيء السعر، كنا نبيعها 150 الان ب 49 وضمان عليها سنتين يا جماعه، وتراها والله استخدامي. رمضان على الابواب، كل يحتاج الميزان عشان يشيك دائما على الوزن. طبعا هذا ميزان ذكي يعطيك كم نسبه الدهون، نسبه الكتله العضليه، وتقدر تحفظ اخر مره وزنت اذا بتشوف قبل رمضان وبعد رمضان كم الوزن. طبعا قبل ينباع 149، الحين اقول لك على عرض 79 ريال. عندك شركه قوي غنيه عن التعريف، عندك 10000 هيرو وعندك ايكون 20000، هذا اقول لك تدعم البي دي ان اوت، و10000 طال عمرك تنباع في اقل شيء بالسوق 59 69 الى 100 تصل. انا اقول لك تعال خذ ال 10000 ب 39 ريال، وال 20000 بي دي شحن سريع انه اوت ب 49 ريال، هذه فقط في المعرض، وتراني بايعها باقل من التكلفه. الله يحييك. تصفيه هذه؟ تصفيه، الله يحييك. عندك الاناره هذه اللي طال عمرك، تقدر تتحكم بشكلها فوق او تحت. ثاني شيء فيها مغناطيس لو بغيت تلصقها في مكان، تنزل كذا بالطريقه هذه. طبعا قبل كانت تنباع 79 ل 89، انا اقول لك الان 29 ريال. 29 السبيكر هذه جدا قوي صوتها، ودائما اعلن عنها. طبعا 15 ريال اللي هي هذه اي موجوده 15 ريال عشان ممتاز. عندك الايربودز هذه طال عمرك من شركه موج ماكس، تقدر حتى لو ضاعت فيها جي بي اس وترد باللمس وتقفل باللمس، وب 79 ريال. طيب اللي عندك طال عمرك فيها مشهوره جدا العاب الطيبين، عندك الدوري الياباني، حرم السيارات، وغيره من العاب، 10000 لعبه، 10000 لعبه، وفي يدين داخل. قبل او اعلاناتها 149 159، انا اقول لك الان تعال خذها ب 99 وضمان سنتين للمحل. طبعا نجي لهذه طال عمرك حقه السمبوسه، تقدر تحط السمبوسه بالطريقه هذه، تنزل تحت عندك. هذه قبل كانت تنباع 39 49، انا اقول لك الان 25 ريال. واحد الشعلة يا فيصل، أعطني تفاصيل عليها. طبعا هذه الفواحة تعطيك أول شيء تقدر تحط العطر اللي أنت تحتاجه في الغرفة عندك، شوف إناراتها تصل أكثر من كذا لين تحط العطر كثافة العطر. طيب الألوان تتغير؟ تقدر تغير الألوان في ريموت، يعني أي لها ريموت خاص فيها، تقدر تختار اللون اللي تبيها. ممتاز. والريموت تقدر تركبه بالطريقة هذه. طبعا يا طول العمر تعبيها من هنا بالعطر اللي تبي، بخة بختين مع الموية. مع الموية تقدر تحطها، تطلع لك طبعا مشهورة جدا إعلاناتها تصل إلى 200 250. أنا أقول لك تعال هذه الآن خذها ب 79 ريال. 79 ريال ممتاز، اهم شيء في المتجر وفي الفرع موجوده كلها ان شاء الله. يا سلام، 5 ايام او نفاذ الكميات المتكامله يا فيصل. طيب ابى اقول شيء قبل كل شيء، هذه طال عمرك بدل ما تصير جزك زي هذه، لا تستخسر 49 39 ريال في منتج انا خصم لك 70 80% فيه. عندك هذا المنتج اللي قطعتين برايفسي اللي هو خصوصي وعادي لماع، ستيكر من الخلف ومسكه وحامي كاميرا وكفر، هذه هي بالطريقه هذه. فزي ما اقول لك لا نبي اقوى يا شيخ. يكفي نشوفها الآن الحمد لله، فكها لك بس مصداقية ولا أي شيء، ما في أي حاجة. شوف هذا الباكج قبل كنا نبيعه بستين سبعين يصل فوق المية، أنا لا أقول لك الآن 49. تعال بس الله يحييك، كل هالشرح ما شاء الله ب 49 الله يحييك يا أخي، أنت قوي والقوي الله سبحانه وتعالى. سبحانه هنا يا فيصل. طب هذا عندك طال عمرك مكسور من الخلف وغيرناه ليزر بدون فك الجهاز، أدلك أنه آمن. شوف إيدي قاعد أحطها لك على الجهاز ولا يأثر عليها ولا أي شيء. هذا نقدر نغيرها لك الخلفيات مهما كان الجهاز، من آيفون 7 إلى 13 برو ماكس. أما بالنسبة للشاشات والتابات أندرويد، نقدر نغيرها لك في زمن رقمي بسيط إن شاء الله، بس نحتاج لكم الوقت شوي. برسل لك الآن بوست بالأسعار. طبعا كل الشاشات قبل كل شيء ضمان عليها 5 سنين، اللمس أو الإضاءة أو تلمس من نفسها، تجي المعرض هنا أو المحل نبدلها لك مجانا بأصل الفاتورة. صيانة عند أبو ماجد. أكيد طبعا ابو ماجد غني على التعريف، طبعا رجال ما شاء الله، حتى نفس ماجد ما يقصر ترى يصلح اجهزته عندنا. الله يحييك. الله يحييك. وهنا يا فيصل طبعا هذا التغليف، الماكينه هذه تغلف لك اي جهاز موجود عندنا، حتى الساعات، حتى اللي ينزل اليوم لو بعد 12 نزل ايفون لا قدر الله 15 16 نقدر نلاقي له تحديث، ساعات، كاميرات، الجيم بوي هذا بالنسبه للماك بوك الى اخره، نقدر نقص لك بالقصه اللي تبي، سواء برايفسي او لمع او برضو بالتابات الكبيره. طبعا كلنا بسعره وموجود في بوست بكامل الاسعار. الله يحييك. بمجرد ترفعون الشاشه هذه او صفحه رابط عروض المعلن، فيها جميع العروض اللي صورناها، بالاضافه في عروض كثيره جدا ما صورناها وحرق اسعار 5 ايام. كل الاسعار اللي شفتوها الان ترفع الشاشه موجوده العروض كلها وبنفس الاسعار، وتقدر تطلب وشحن لجميع مناطق المملكه، كل الاشياء اللي صورناها موجوده. الله يوفقنا وياكم.